أطلق طلاب مدارس التعليم الفني بالإسكندرية مبادرة إحنا التعليم الفني، والتي تهدف إلى تعريف طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الناجحين هذا العام بالتخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والتدريب المزدوج. كما تهدف المبادرة إلى تشجيع الطلاب على الالتحاق بكافة مدارس التعليم الفني الحكومية المجانية الحديثة والمتطورة، والتي تؤهل الطلاب من خلال الدراسة والتدريب على ممارسة مهارات المهن والحرف المختلفة المطلوبة والمؤهلة لسوق العمل.